حلا القاب، طالبة هندسة أنظمة حاسوب سنة ثالثة. قمنا امبارح بفتح المعرض نادي هندسة أنظمة الحاسوب CSE Client كتقديم مساعدة للطلاب في عدة أمور بتخص أجهزتهم الحاسوب، مثل تصليح فلاشات، صيانة الأجهزة سوفتوير، فورمات إلهم يعني فورمات إلهم. طبعا معاد أبصار معكم، عضو في نادي هندسة الحاسوب. اليوم قام نادي هندسة الحاسوب بمساعدة ورعاية من مجلس اتحاد الطلبة بعمل فعالية. طبعا هاي الفعالية تعد من سلسلة الفعاليات اللي بيكون فيها نادي هندسة الحاسوب بمساعدة ورعاية مجلس اتحاد الطلبة. بدينا بالفعالية بعنوان اللي هو فلنرتقي بتخصصنا، وحابين ان نكمل بهذا الروح وهي النمط اللي بدينا فيه. الفعالية اليوم اخترنا ان نسميها CSE كلينيك، او بمعنى مستوصف نادي هندسة الحاسوب. هاي الفعالية بتضم عدة امور وعدة زوايا، منها تصليح اللابتوبات، تحميل برامج، تنزيل ألعاب، تصليح فلاشات، بيع لوازم للكمبيوتر بأسعار رمزية جدا 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 بما يناسب جميع الطلاب وجميع الموظفين العاملين في خضوره. طبعا بنحب نشكر كل القائمين وكل المتطوعين معنا اليوم. بنحب نشكر الأخ ثائر هوجي رئيس نادي هندسة الحاسوب على الجهود الجبارة اللي قام معنا فيها من أجل إنجاح هاي الفعالية. بنحب نشكر تلفزيون السلام على دعمكم المتواصل معنا بكل الفعاليات والتغطيات اللي بتقوموا فيها. بنحب نشكر كمان كلية الهندسة على اللي قاموا فيه، مجلس اتحاد الطلبة مشكورين جدا جدا، حركة الشيبي الطلابية مشكورين على الدعم اللي قدموه لنا، وشكرا للجميع. هذا البرنامج برعاية وائل مول، تجربة فريدة في عالم التسوق.